فاز الدولي المغربي نور الدين أمرابط في استطلاع دولي أجرته قناة روسيا اليوم، وشارك فيه 20516 شخصا بتصنيف أفضل لاعب عربي في مونديال روسيا 2018. وحسب ما أوردته يومية آخر ساعة في عددها الصادر ليوم الخميس 28 يونيو، فإن مرابط اكتسح نتائج الاستطلاع بحصوله على 67.5% من الأصوات، متفوقا على الثلاثي المكون من السعودي سالم الدوسري 25.8% والمصري محمد صلاح 6.1% والتونسي وهبي الخزري ب 0.6%. وخطف أمرابط قلوب المشجعين المغاربة والعرب في المونديال بمهاراته ولعبه الرجولي وقتاليته في الملعب، حيث أصر على مواصلة المشوار مع المنتخب الوطني في المونديال رغم تعرضه لارتجاج في المخ خلال مباراة إيران.